Vlad is useless. I'm free. يا فلاد يا حبيبي يا عيوني ما في أحد عايش. الله 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 أرجع أرجع أمشي بس أمشي أمشي حبيبي. شوف الحكم يقول لك كنت حاطيهم قلده إكس بي وتجيب لنا قلطة. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يحرق ميتين أم الإنسان على الصبح يا شيخ. مساء الفل. هو فين الفل ده يا باشا؟ صحيح مفيش فل. ايش نلعب الجيم هذا عيال؟ مدام في زون وزريبو ويونس لا تتوقع الفوز. كومبينيشن خطير يا عيال هذا. وزريبو لحاله كويس لما نجي معاه يونس بقى بطة بلدي صح؟ بالضبط. كاربا ميد جي جي. بعدين الجيم لسه يا زون الله يقرفك. العب وانت ساكت. انا هروح على طول. قد شفتهم يلعبوا جليشل اظنها كويسه مع المجانين الاثنين هذول عشان نسلو. I'll try to open mic. No need حبيبي عادي. There's no need to try. تقدر تقدر ما تقدر it's fine. واصلا ما حضيف اي value يعني بكلامك انا متأكد. ما شفت يا زريبو واحد اول قبل ما يدخل معك كذا اول مره يجيني في الستريم يقول لي عمر ابغى العب معك وقال لي من دحين خذ راحتك سفل فيا زي ما تبغى هو كذا قال. قلت اوكي لا يا ابوي انا ما سفل. بعدين لعب معنا اول جيم يعني مسكت نفسي ثاني جيم بديت اطلع عن طوري ثالث جيم بدا يتسفل فيه قلنا له حلاوه حتشوف يا اخي رجال باغي قال لك من بدري تبغى تسفل سفل هو قال لي سفل فيا زي ما تبغى بعدين وانا في الجيم بيلعب معايا قال لي اصلا ما في ستريمر لعب معايا ما سفل مع عليا اتعود دايما شوف البطل المغوار ما شاء الله عليه ما تشوف هذا ترى مره صعب عليك النوسيا لا تخلي احد يحبطك انت تستطيع انا ادافي على التطور فقط لا 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 صعب لانه بس لازم تعرف ايش تسوي واللي انت تفوز الشيلد حقه تشيله بالدبليو حقتك يو نو ذات راي تعرف ان الدبليو تشيل شيلد يس اوكي لما يسوي شيلد بالاي حقته تقدر تشيلها بالدبليو يو كان كانسل هيز كيو باي الدبليو برضو يعني جاي مثلا جاي يسوي عليك كيو عشان يسوي لك ستان انت وهو بيسوي لك ستان انت تسوي له ستان الايرلي جيم انت تفوز بالذات اذا عندك جنايت لا ما عندك جنايت بس بعدين بعد ما يشتري ايتمز حيصير صعب فهو اذا رايح تانكي انت ممكن تفجر امه ببليد وهكذا يس اذا رايح اي بي انت برضو ممكن تفجر امه بس يعني الاول اي دي ايتم برضو وتركوا جيب انت هيل في البداية لأن الدبليو حقته ترجع له هيل مو طبيعي anyways أنا عارف كلام كثير ما حيصير ولا شيء منه شكرا حبيبي كلك زوق أعطيله بس كلين ثلاثة لا تعطيله أكثر الواحد ربك هو الواحد الله يبشر الشباب الله يبشر الشباب هيل هيل والله كنتبين كنتبين بيض ملاحق ثلاثة أربعة دمية بس هذا زبال أنا راضي أنا راضي يا أمي خلي يموت والله من زبال يا باشا كم أدفع لك وما تحط لك قلني أشرت يا حبيبي ما حيستنى now he is died بقول إيه عنده فلاش ترى بلشت بدري انا يب كان المفروض تاخذ ضربه تحت قاعد بس اسمعي ينفع من قالت يا عبد الله حنسوي ايه؟ ما موت الاذلال يس موت البطيء ما عندي اكثر ما عندي ولا شيء اوكي في هذا هذا ما عنده ولتي برضه يموت كان لي ضيفك يا ليش انت بطيء الجري السريع يموت الجنجل ولا مين we all die طيب ركز لي على واحد قرر اتسطحت انا انا ماني عارف تبغى تخش على مين وليس سويت لي جنايت على كارما المفروض على الجنجل نروح ترى يلا جي جي نعطيهم شدال يستاهل بخش على احد ماني عارف ليه جنايت على كارما طيب انا اقول لك اتسطحت انا موت كارما يزبط خليني اسوي الالتي حقتي انا اول يلا جيبها يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب سوي الالتي اوكي ما حيسوي الالتي اسكت تسكير عشان يلا 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 جو عبد الله جو الفايت اول يا باشا لا تشيل الميني نويف يا عبد السميع يا ريس اكلم نفسي
اوكي بلاد ما يحتاج ويبز اصلا. قلت لك لا تشيل الويب. لا 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 حشيلها. طيب وش علينا ويجي يروح ياخذها البلاد؟ لا 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 ما ابغى انا اشيلها كلها. اثنين يا الحسن يا الحسين مو كده دو الله يقلع شيطانك يا جاي يا اخي توقعتي يقدم يقول خلاص انا سيف متى عبد الله اذا ما تجي دورانا يسار عبد الله يسار نعم انا داي رجع رجع يا عبد الله كيف نحبك عبد الله صح ولا اقري يا عبد الله خلاص امزح يا شباب نمزح معاكم على شاطئ المطبخ نظرت دجاجة ابغى فيو سيرة لحم وريش مدندل ايش كان بيسوي الكلب هذا بالله يقول لي كان بياخذ والله يا كان بياخذ المنيا صح كنت بحاول الحاول والله انك كلب والله والله انت ما شفت حاجة. والله انك كلب انا جالس اتضارب مع اربعه وانت جالس ايش تاخذ ايش كان ياخذ عبد الله طب ياخذ السكت انا عارف شوف كلب بعدين ليش ما تجوني تساعدوني ليش ما هذا ولا شيء عبد الله زبال انا زبال زيك عبد الله الحين ايش ليش اوكي شفتني وانا بقول ايزي خش عليه ايه انا ما عندي انتي هيد بس انا كنت هاي الفخ اللهم بلغ اللهم باشا الله يوني ترن حبيبي يوني ترن لا مش كده يلا يجيبه يجيبه الكيو حجيبه رن رن ايو جاي باي باي اضرب اضرب بس اضربية مش عارف اركز معي الكسكوتو انا المشكلة يا يس يس اقري وراه ولا اقري وراه مش عارف انت هيل مين اللي حينزل تحت طيب انا ماني فاهم عبد يا يونس انا قال لك روح تحت يا يونس كبر انا انزل تحت يا الله عليكم يا عيال يا الله عليكم يا عيال يا الله عليكم جاي من تحت لفوق ليه ليش تخسر البوت تاور كذا ببلاش ليه كنت في المد وفي بلاد في المد انا صقعت هالتي يبا كيو مسكر مسكر ثلاثة بالله العظيم جاينا ثلاثة فوردات فوردات شدي 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 الدبو اسوي هالتي يس ما فكر هالتي ثلاثة اثنين واحد يس هذا جاي هنا بقولك انك بدوني جيب عبد الله اربعة صحبتنا حلوة مربعة انا كجنجل جايك اسحب ما تسحب ما تسحب ما تسحب ما يحتاج ما يحتاج ما عليك تسوي الاستيل ايه مش هتعرف استيل يس روح شيل دريك روح شيل دريك روح شيل دريك انا هروح عليه حاضر ايه ايش طالع فوق ليه طيب فهمني بوس بيشيله من فوق بيشيله من فوق رايح له تحت تحت يا التور بلاد ما في تحت الخمسة عدد صابع الكف لا تلا بلاد از يوزلس بلاد از يوزلس ام فري يا بلاد يا حبيبي يا عيوني ما في احد عايش الله 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 ارجع ارجع امشي 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 حبيبي امشي شيل البث يا ربي شوف الحكمه يقول لك كنت حاطيهم جولد واكس بي وتجيب لنا كلطه شوف 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 يلا مع نفسك بقى متاكد ايوه والله لو اجي حموت عبد الله لا وسفن لا وسفن اقعد يلا الأخت دخلت بنفسها عليك إيش تقول لها يعني؟ وجه لك ومسكين يبي يخش يبي يسوي ألتي على نفسه أنت سقعته ستن بعدين أنا سقعته ألتي رقد محله إيش في؟ أوكي ليهم ياخذوا ليهم وان مور تيم فايت يعني وان مور تيم إيه عشان بلاد سوى فلاش لو بلاد ما سوى فلاش كان رجعت يبوس يبوس الله
ما عندكم انت هي صح يا ساعدتكم بجناي المفروض بلاد يفوز المفروض ولا يفوز دبل انا هتخانق كده كتير ولا ايه انبوتين شوف الجيم اللي مرة ايه كيف فات اللي مرة بيخلص ده لا بلدي بلدي ما يحتاج خلاص يا ولا يا بيكر ايش يا ليش ايش يا بيكر اللي قال بلد كامل تحتاج ما تحتاج انتهي خلاص all new indeed احنا فزنا من دون ما نشوف الجيم كله صح يا عبد الله ما جانا ولا مره في البوت طيب تعال تشوف كده اي بقى اس بلس شكرا ابو بين افدم شكرا يك عشان انت مش جايب الفيس كام عليا ما كنت سيء اللي كنت سيء جدا كان فارمك زي وجهك يا رجل بلاد از ان ايتم بيست شامبيون يا رجل اذا ما تعرف فرم ما تلعب بلاد انا كنت 160 فارم وانت 70 كنت يعني مش فاهم ليش انت دائما متلحف وبردان ماني متلحف حبيبي هذه رقبه فهذا يخفف علي الضغط على الرقبه مره من متلحف حر في جده انا في السعوديه والله الاولى مش مقصر زهره الحق انت عارف مين اللي بيمدحك فلاديمير مش مشكله بالضبط يعني شهادته مجروحه وينفخ في قربه مخروقه لا مش مقصر قصدي انه غبي يسرق ام الفار فهمها مدح بالضبط زي ما انت قلت بينفخ في قربه مخروقه انا قلت ما يسمع منه